الراديو 90 90، هواها مصر. تعرف ان في شجرة اسمها شجرة الضحك موجودة في شبه الجزيرة العربية؟ الشجرة دي بتطلع ثمار صغيرة، كل ثمرة فيهم بيبقى جواها حبوب سودة في حجم البذلة. وسبب تسمية الشجرة دي بشجرة الضحك هو ان مسحوق الحبات السوداء اللي بتطلع منها لو حد مجرد انه يشمه بتنتابه نوبة هستيرية من الضحك، بتستمر من دقائق وقد تصل لنص ساعة متواصلة، وبعدها بتنام بتتقلب. دوروا بقى على شجرة البتاع بتاع الضحك دي في شبه الجزيرة العربية. اي حد بيسمعنا من شبه الجزيرة العربية عايزين منها كتير. في موقع اسمه worldmeters.info worldmeters.info، يبقى worldmeters.info. طيب ايه الموقع ده بيتكلم عن ايه؟ بيقول لك الموقع ده بيتم تحديثه كل لحظة مش ثانية، وفي كل الاحصائيات اللي ممكن تتخيلها في العالم، ما بين عدد سكان العالم، عدد المواليد دلوقتي، عدد الوفيات في اليوم وفي السنة وفي الساعة، وعدد الكتب والجرايد والكمبيوترز والعربيات والعجل والتلفزيونات والموبايلات اللي تم بيعها في آخر وقت انت يعني بتتصفح فيه الموقع، استهلاك المية، عدد مستخدمي الانترنت، عدد رسائل الإيميل المرسلة حول العالم، عدد الأبحاث اللي اتعملت على جوجل، عدد الأرقام اللي انت ممكن بتجري قدامك أصلا اللي هتشوفها مش هتتخيل مدى سرعة الجري بتاع الأرقام، لأن التحديث كل لحظة. زي ما قلنا الموقع ده هتلاقي عليه مواليد، عدد مواليد العالم، وفيات العالم سنويا وشهريا ويوميا، الكتب والجرايد والكمبيوترز والعربيات والعجل والتلفزيونات، مش عارف حسيت فجأة ان فيلم الناظر دخل، والموبايلات اللي تم بيعها السنة دي، استهلاك العالم كله للمية، عدد مستخدمي الانترنت في العالم، عدد رسائل الايميل المرسلة دلوقتي حول العالم، عدد الابحاث او الحاجات اللي تم البحث عليها على جوجل في كل مجال بنسبة كام في المية، وحاجات تانية كتير. الموقع worldmeters.info، ادخلوا كده وشوفوا وقولوا لنا.